طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناة واو تي. بنحل النهاردة بعض الأسئلة على المقرر بتاع شهر مارس، علشان إن شاء الله نكون داخلين الامتحان وإحنا مستعدين وفاهمين المنهج بيتكلم عن إيه ونحل إزاي. يلا مع بعض. السؤال الأول: تعد نقط المصدر الرئيسي أو الأساسي لري الأراضي الزراعية في معظم الوطن العربي. خد بالك إن هنا بتكلم على الوطن العربي مش على مصر. الوطن العربي بيعتمد معظمه يعني على الأمطار ولا المياه الجوفية ولا الأنهار ولا البحيرات علشان الزراعة؟ طبعا الأمطار. من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة في الوطن العربي، خد بالك أنا بقول عوامل إيه؟ طبيعية، الحاجات اللي ربنا خلقها واللي بتساعد في ازدهار أو في قيام الزراعة. التربة ولا رأس المال ولا السوق ولا الأيدي العاملة؟ هنلاقي إن الثلاثة الأخرانيين دول كلهم حاجات بشرية، لكن الحاجة الطبيعية الوحيدة هي التربة. تعتمد الزراعة في المناطق نقط بالوطن العربي على المياه الجوفية. تعتمد الزراعة في المناطق طبعا الصحراوية على المياه الجوفية. من العوامل البشرية في النشاط الزراعي بالوطن العربي، خد بالك أنا بقول هنا إيه؟ عوامل بشرية اللي بتساعد على قيام الزراعة. إيه في الاختيارات هنا؟ مناخ ولا أسواق ولا مياه عذبة ولا تربة؟ طبعا ما فيش أي حاجة من دول عامل بشري إلا الأسواق. تعتمد الزراعة في الأجزاء الشمالية للوطن العربي على في الأجزاء الشمالية اللي جنب مثلا البحر المتوسط على الأمطار. تنتشر الزراعة حول مجاري الأنهار في نقط أو حول نقط في العراق. تاني، تنتشر الزراعة حول مجاري الأنهار حول نقط في العراق. طبعا اللي موجود في العراق إيه؟ نهرين دجلة والفرات. كمل مع بعض. السؤال رقم 7: تعرف ظاهرة تناقص قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي باسم إيه في الاختيارات؟ الإجابة طبعا التصحر. يبقى تعرف ظاهرة تناقص قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي باسم التصحر. تقوم الزراعة على مياه الأنهار في العراق ولا في السودان ولا في الصومال؟ طبعا كل ما سبق. يمارس حرفة الزراعة في الوطن العربي نقط من السكان، السدس ولا الثلث ولا الربع؟ طبعا الإجابة الصح هي نصف سكان الوطن العربي بيمارسوا الزراعة. يتذبذب الإنتاج الزراعي بسبب اعتماد الزراعة على، خد بالك أنا بتكلم على إيه؟ الإنتاج الزراعي ساعات يقل وساعات يزيد اعتمادا أو لأنه بيعتمد على إيه؟ على الأمطار. لو المطر كتير الإنتاج يزيد، لو المطر قليل الإنتاج يقل، وهكذا. فالعبارة دي أو الشرح ده معنى إيه؟ إن الإنتاج إيه؟ متذبذب. عرف الإنسان قديما حياة الاستقرار والبعد عن الترحال بفضل ممارسة المهنة اللي خلت الإنسان يستقر، هي الزراعة ولا الصيد ولا الرعي ولا الصناعة؟ طبعا الزراعة. هنقول بعد استقرار الإنسان على جانبي الأنهار وصل إلى الاستقرار بفضل معرفة إيه؟ الزراعة. تعتمد الزراعة في اليمن وجنوب موريتانيا على الأمطار ولا الأنهار ولا الآبار والعيون ولا البحيرات العذبة؟ طبعا على الأمطار. تعتمد الزراعة في البيئة الساحلية في الوطن العربي على مياه إيه؟ البيئة الساحلية اللي جنب البحار بتعتمد على إيه؟ طبعا على الأمطار. من الدول العربية التي تمتلك رؤوس الأموال اللازمة لقيام المشروعات الزراعية، الدول اللي عندها فلوس أو رأس أموال علشان تنتج أو تعمل مشاريع زراعية ضخمة؟ طبعا الإجابة هي دول الخليج. إيه في الاختيارات عندي هنا من دول الخليج؟ طبعا السعودية. كمل مع بعض. المحاصيل الزراعية من الحبوب الغذائية في الوطن العربي، خد بالك أنا بقول إيه؟ حبوب وكمان غذائية. إيه في دول؟ طبعا القمح. تحتل مصر المركز الأول في إنتاج إيه؟ الأرز. تحتل مصر المركز الأول في إنتاج الشعير ولا الذرة الرفيعة ولا الأرز ولا البن؟ طبعا الأرز. من المحاصيل التي تدخل في صناعة الورق والخشب محصول إيه؟ محصول أنا بصنع منه الورق والخشب، الشعير ولا قصب السكر ولا التمر ولا الذرة الرفيعة؟ طبعا قصب السكر، بالإضافة إن أنا بصنع منه السكر كمان الورق و الخشب. تحتل دولة العراق المركز الأول في إنتاج إيه؟ العراق، الدولة الآسيوية، بتحتل المركز الأول في إنتاج
بنجر السكر، القمح، البن، ولا التمر؟ طبعا التمر، لان عندها نسبه نخيل كبيره جدا. اكبر الدول العربيه انتاجا للحبوب الغذائيه بشكل عام بقى، اكتر دوله بتنتج حبوب غذائيه دوله ايه؟ طبعا دوله مصر. تشغل نقط مساحات واسعه من المساحات المزروعه في الوطن العربي. يعني هو هنا عايز يقول لك ايه؟ ايه اكتر حاجه بتزرع او اكتر محصول بياخد مساحات في الوطن العربي، مساحات كبيره جدا؟ المحاصيل الصناعيه ولا الخضروات والفاكهه، الحبوب الغذائيه ولا المحاصيل التجاريه؟ طبعا الحبوب الغذائيه. تتركز زراعه الارز بمصر فيه. زراعة الرز في مصر موجودة فين؟ شمال الدلتا، إقليم مريوط، ولا شمال سيناء، ولا جنوب الوادي؟ طبعا في شمال مصر، يعني شمال الدلتا. دولة نقط أولى دول الوطن العربي إنتاجا للموالح. دولة نقط أكتر دولة بتنتج إيه؟ موالح. طبعا دولة فلسطين. يضم الوطن العربي نحو 90% من أشجار نقط في العالم. 90% من أشجار إيه؟ طبعا النخيل، علشان بعد كده بينتج التمور. تمتلك دولة نقط أكبر عدد من أشجار النخيل في الوطن العربي. برضو نفس الفكرة، مصر ولا السعودية ولا العراق ولا السودان؟ دولة العراق. أكبر الدول العربية إنتاجا للموالح، نفس السؤال من شوية قلناه، دولة فلسطين. يعد نقط أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي، إنه بيحتاج ظروف أو ما يحتاج مياه كتير جدا. طبعا الأرز. يعد نقط أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي الأرز. مكملين مع بعض، ندخل بقى على الدولة الأموية، الجزء الخاص بالتاريخ. عرف العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان بعام إيه؟ العام اللي تنازل فيه الحسن لمعاوية وبدأت الدولة الأموية، اللي هو عنوان الدرس بتاع النهاردة أو عنوان الدرس ده. العام ده سمي عام ايه؟ عام الجماعة. مكتوب غلط معلش، الجماعة. يبقى عام الجماعة العام اللي تنازل فيه الحسن للخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. اتخذ معاوية بن أبي سفيان مدينة نقط عاصمة بدلا من الكوفة. معاوية بن أبي سفيان لما تولى الحكم بقى نقل العاصمة من الكوفة إلى فين؟ الأنبار، بغداد، دمشق، ولا الفسطاط؟ الإجابة الصح هي دمشق، اللي هي حاليا عاصمة سوريا. شيدت مدينة نقط في عهد معاوية بن أبي سفيان. مدينة إيه اللي شيدت في عهد معاوية بن أبي سفيان؟ القيروان، الفسطاط، قرطبة، ولا الكوفة؟ الإجابة الصح طبعا مدينة القيروان. لو بتتفرج عليا كده انزل في التعليقات قول لي مدينة القيروان دي موجودة دلوقتي في دولة إيه؟ يبقى هنا رقم ثلاثة، شيدت مدينة القيروان في عهد معاوية بن أبي سفيان. أمر الخليفة نقط بتنقيط المصحف. الخليفة اللي أمر أن الحروف أو آيات القرآن يوضع عليها النقط هو الخليفة مين؟ عبد الملك ابن مروان. قام الوليد بن عبد الملك ببناء نقط في دمشق. بنى إيه في دمشق؟ أشهر حاجة موجودة هناك المسجد الأموي. يبقى قام الوليد بن عبد الملك ببناء المسجد الأموي في دمشق. سام من الخلفاء الامويين وعرف بالخليفه الزاهد. اطلقوا عليه خليفه الزاهد. هو مين؟ معاويه ولا عبد الملك بن مروان ولا الوليد بن عبد الملك ولا عمر بن عبد العزيز؟ طبعا عمر بن عبد العزيز اللي البعض يسميه الخليفه او خامس الخلفاء الراشدين. رقم سبعه، انتصر العباسيون على الامويون في معركه نقط عام 132 هجريه. طبعا معركه الزاد اللي انتصر فيها العباسيين على الامويين وانتهت بعدها الدولة الاموية وقامت الدولة العباسية. انشأ معاوية بن ابي سفيان ديوان نقط لحفظ مراسلات الخليفة. الديوان اللي كان مهمته حفظ مراسلات الخليفة، طبعا ديوان الخاتم. يعد نقط اخر الخلفاء الامويين، اخر خليفة اموي وانتهت بعده او بموته الدولة الاموية. طبعا انا عندي عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، مروان بن محمد، ولا عمر بن عبد العزيز. اخر خلفاء الامويين هو مروان بن محمد. تمت مبايعه نقط خليفه للمسلمين بعد معركه الزاب اللي قلناها من شويه انتصر فيها العباسيين على الامويين. تمت مبايعه عبد الله بن محمد بن علي بعد معركه الزاب. بنى الخليفه الوليد بن عبد الملك المسجد الاموي فين؟ نسالها من شويه، في دمشق. استمرت الخلافة العباسية قرابة نقط
قرون، هي طبعا استمرت أكثر من 500 سنة، يعني حوالي 5 قرون. أول خلفاء بني العباس هو مين؟ أبو جعفر ولا المأمون ولا المعتصم ولا أبو العباس؟ طبعا أبو العباس. يعد الخليفة نقط المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، خد بالك يعني هو اللي يعتبر الأسس الدولة بجد، كان في قبله الدولة العباسية، لكن مين المؤسس الحقيقي؟ المأمون ولا هارون الرشيد ولا أبو جعفر المنصور ولا المعتصم؟ طبعا أبو جعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. اتسعت في عهده رقعة الدولة الإسلامية وقرب إليه العلماء، خد بالك هو عمل حاجتين، مساحة الدولة اتسعت، كمان قرب إليه العلماء، المأمون ولا هارون الرشيد ولا أبو جعفر المنصور ولا المعتصم؟ طبعا هو هارون الرشيد. انتصر المعتصم على الروم وفتح مدينة إيه؟ الخليفة المعتصم العباسي أو خليفة العباسي المعتصم بعد ما انتصر على الروم فتح مدينة بغداد ولا البصرة ولا عمورية ولا الكوفة؟ طبعا عمورية. تم بناء مدينة سامراء، تم بناء مدينة سامراء في عهد الخليفة مين؟ الأمين ولا المأمون ولا هارون الرشيد ولا المعتصم؟ طبعا المعتصم. وخلي بالك الأمين والمأمون أصلا أولاد هارون الرشيد. كمل مع بعض. السؤال رقم 8، وصلت حدود الدولة العباسية إلى نقط شرقا، يعني إيه في دول ناحية الشرق اللي الحدود الدولة العباسية وصلت لحدها؟ أرمينيا ولا النوبة ولا بلاد ما وراء النهر ولا المحيط الأطلنطي؟ طبعا ناحية الشرق هنلاقي بلاد ما وراء النهر، أنا هنا بتكلم على حدود الدولة إيه؟ العباسية. تأسست قواعد الدولة العباسية على يد، تأسست قواعد الدولة العباسية على يد الخليفة أبو العباس، على يد الخليفة أبو العباس. اتخذ مدينة بغداد مقرا للدولة العباسية، مين اللي نقل بقى العاصمة إلى بغداد وبنى بغداد؟ طبعا أبو جعفر المنصور اللي هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. انفتحت الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى في عهد الخليفة العباسي، مين؟ مين الخليفة اللي كان مهتم بحركة الترجمة مع الحضارات الأخرى؟ أبو جعفر ولا أبو العباس ولا المأمون ولا المعتصم؟ الخليفة اللي اهتم بحركات الترجمة هو الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد. سقطت الدولة العباسية على يد أو بعد غزو مين؟ المغول. سقطت الدولة العباسية على يد المغول. أعاد الخليفة نقط بناء المسجد النبوي في المدينة، المسجد النبوي هو أعاد بناء وتوسعته، طبعا الخليفة الوليد ابن عبد الملك. الجزء الأخير من الدرس، الدولة الفاطمية، بنقول استولى جوهر الصقلي على مصر في عهد الخليفة الفاطمي نقط، استولى جوهر الصقلي على مصر في عهد الخليفة مين؟ يعني جوهر الصقلي لما دخل مصر كان مين الخليفة الفاطمي؟ الحاكم بأمر الله، العزيز بالله، المعز لدين الله ولا المستنصر بالله؟ طبعا المعز لدين الله الفاطمي. بعد كده أنشأ جوهر الصقلي نقط لتكون عاصمة لمصر. جوهر الصقلي بعد ما دخل مصر عمل عاصمة جديدة اسمها ايه؟ اللي هي موجودة لحد دلوقتي، طبعا القاهرة. يبقى القاهرة أنشأها جوهر الصقلي في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. من المنشآت الفاطمية في مصر، من المنشآت اللي الفاطميين عملوها في مصر، المسجد الأموي، المدرسة الناصرية، مسجد الظاهر بيبرس ولا الجامع الأزهر؟ الإجابة الصحيحة الجامع الأزهر. تم بناء مدينة القاهرة في عهد المماليك ولا الأيوبيين ولا الطولونيين ولا الفاطميين؟ سهلة جدا، طبعا في عهد الفاطميين زي ما قلنا من شوية على يد جوهر الصقلي. استعان الوزير درغان بنقط في صراعه مع شاور. خد بالك كان في وزيرين، واحد اسمه درغان، هنتكلم في الدولة الفاطمية، واحد اسمه شاور. درغان استعان بمين؟ استعان بالصليبيين، وشاور استعان بنور الدين محمود. يبقى هنا الإجابة استعان الوزير درغان بالصليبيين في صراعه مع شاور. استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة نقط من الانتصار على الصليبيين. نور الدين محمود لما أرسل الجيش علشان يحارب الصليبيين، الجيش ده كان بقيادة مين؟ كان بقيادة أسد الدين شريكوه اللي هو عم صلاح الدين الأيوبي اللي هيجي بعد كده.
نجح نقط في إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر. مين بقى اللي قضى على الدولة الفاطمية تماما وأسس بعد كده الدولة الأيوبية؟ أسد الدين شيركوه، شاور العاضد صلاح الدين الأيوبي، ولا العزيز بالله. طبعا صلاح الدين الأيوبي قضى أو أنهى الخلافة الفاطمية وأسس الدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام. قامت الدولة الفاطمية في بلاد إيه؟ الدولة الفاطمية في البداية قبل ما جوهر الصقل يجي مصر كانت موجودة فين؟ طبعا في بلاد، أنا عندي هنا العراق ولا الشام ولا المغرب ولا فارس؟ الإجابة الصحيحة في بلاد المغرب. تأسست الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا على يد، أنا عندي جوهر الصقلي ولا المعز ولا أبي عبيد الله المهدي ولا العزيز بالله؟ الدولة الفاطمية تأسست على يد مين؟ أبي عبيد الله المهدي. بنى نقط مدينة القاهرة لتكون عاصمة للدولة الفاطمية، العزيز بالله ولا جوهر الصقلي ولا الحاكم بأمر الله ولا المستنصر بالله؟ اللي بنى المدينة هو القائد جوهر الصقلي اللي أرسله الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. بمجيء أصبحت مصر دارا ومقرا للخلافة الفاطمية، لما الخليفة مين جاء مصر أصبحت مصر مقر للخلافة الفاطمية بدل المغرب، طبعا لما جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. بعد كده في أواخر عصر الخلفاء الفاطميين استنجد نقط بالصليبيين، مين اللي استنجد بالصليبيين؟ شاور ولا درغام ولا صلاح الدين الأيوبي ولا أسد الدين شيركوه؟ يبقى هنا اللي استنجد بالصليبيين هو الوزير درغام. السؤال الأخير، استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة نقط الانتصار على الصليبيين، الجيش اللي أرسله نور الدين محمود كان بقيادة مين؟ بقيادة أسد الدين شيركوه. يبقى السؤال رقم 13، استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركوه الانتصار على الصليبيين. أسد الدين شيركوه ده اللي هو عم صلاح الدين، صلاح الدين اللي هيقضي على الدولة الفاطمية وهيؤسس الدولة الأيوبية في مصر والشام. طلاب الصف الثاني الإعدادي، يا رب دايما موفقين مع واو تيم.